اليوم لو غي ديالكم غادي ياخذكم للقلب النابض للمغرب، العاصمه الاقتصاديه انفا كازا او الدار البيضاء او كازا كيف كيحلو الناس هيسميوها كازا يا كازا، وحده من اكبر واهم مدن افريقيا اقتصاديا، موقعها الاستراتيجي المطل على المحيط الاطلسي وبتاريخها وبنيانها اللي كيجمع بين الاصاله والمعاصره، كيجمع بين الكلاسيكي والتقليدي. هذه كلها مقومات خلات من كازابلانكا احد اهم مناطق السياحه في المغرب. هادشي علاش لو غيد ديالكم غياخذكم اليوم وغادي يساريكم في مدينه الدار البيضاء. نبداو الزياره ديالنا من مسجد الحسن الثاني، واحد من اشهر المعالم الدينيه والثقافيه في المدينه، وكيتعتبر من اشهر مساجد العالم لانه ثاني اكبرها مساحه واعلاها ارتفاعا بالسمعه ديالو اللي كتراوح بين 200 حتى 210 متر من ناحيه الطول. مسجد الحسن الثاني كيتوفر على حمامات وغرفه الوضوء، قاعه للصلاه، هذا بالاضافه لفصول تعليم القران الكريم ومكتبه ومتحف. كغيرها من المدن المغربية، فمدينة الدار البيضاء كتحتفظ بجزء من تاريخها من خلال المدينة القديمة اللي كتعتبر من أهم المناطق السياحية في كازابلانكا اللي خاصكم تزوروها، واللي كتشتهر بأسواقها ومتاجرها الشعبية ومعالمها الأثرية اللي كتأرجح بين القرنين 18 و19، بحال الحي اليهودي اللي كيتسمى الملاح، وما تنساوش تضربوا دويرة في باب مراكش. وأكيد المساري ديالكم في المدينة القديمة غد سيدة حليلة مشيتو لسقالة، الحصن الأثري شاهد على تاريخ العريق والعتيق وكباقي سقالة بالمغرب. فسقالة ديال مدينة الدار البيضاء كتمزج بين العمارة الأندلسية والبرتغالية والمغربية، وكيتنسب بناءها تاريخيا للسلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله اللي حكم المغرب في الفترة ما بين 1757 و1790، واللي أعاد بناءها سنة 1769 كمركز للدفاع عن المحيط الأطلسي. وكيطل حصن الصقالة مباشرة على مدينة أو ميناء العاصمة الاقتصادية للمغرب، وباقي اليوم كيوجه المدافع ديالو القديمة في اتجاه المحيط الأطلسي، وكأنه مازال كيأدي الوظيفة ديالو كيحرس المدينة من تسلل الأجنبي. أحد أشهر المعالم السياحية في مدينة الدار البيضاء واللي ضروري يقصدوها السكان المحليين والعرب والأجانب الوافدين من مختلف بلدان العالم اللي كيجيو لمدينة الدار البيضاء هو ميدان محمد الخامس، يمكن حيت هو الساحة الرئيسية والأشهر في المدينة اللي كتضم عدد من المنشآت والمصالح الحكومية والسفارات الأجنبية اللي كيرجع تاريخ المعماري المباني هالفترة الاستعمار الفرنسي، هذا بالإضافة للموقع ديالو مركزي بين ساحة الأمم المتحدة وشارع الحسن الثاني. وملي يكونوا تما ضروري ما تاخذوا تصورات مع الحمام، وما تنساوش تشريوا ليه الدراوي ضروري، ما تمشاو في شارع محمد الخامس وتمتعوا بالمباني المستوحاة من الفن الحديث المعروف بفن الأغ ديكو. حي الحبوس او الأحباس حتى هو من افضل الاماكن السياحية في المغرب اللي من ضروري انكم تزوروها لاستكشاف التراث والروح الثقافية المميزة للمغرب. وانتم في حي الحبوس ضروري ما تمشيو لمحكمة الباشا، حتى هي تحفة معمارية الصراحة ما كتوصفش، ولكن خاصكم تزوروها. حديقة الجامعة العربية بدورها أحد أفضل الأماكن في الدار البيضاء وأكثرها مثالية للنزهات العائلية بالمناظر الطبيعية ديالها، وباش تستمتعوا بالبحر فكين أكيد شاطئ عين دياب والكورنيش أحد وأفضل وأجمل مناطق السياحة كازابلانكا للوصول لأعلى درجات الاستجمام والاسترخاء والهدوء والسلام النفسي. وأكيد كاين العديد من الشواطئ والأكيد العديد من الأماكن اللي ممكن تزوروها في مدينة الدار البيضاء ومدينة الوداد والرجاء البيضاوي.